قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وبصر به من العمى وهدى به من الضلالة وأرشد به من الغي وفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا وفرق به بين المؤمنين والكفار والسعداء أهل الجنة والأشقياء أهل النار. لم يترك خيرا قط إلا ودلنا عليه، ولم يترك شرا قط إلا وحذرنا منه، فجزاه الله خير ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن رسالته ودعوته. أمرنا ربنا بالصلاة والسلام عليه فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، فهذا بث تجريبي، ونبدأ بمشيئة الله تبارك وتعالى هذه الدورة التي سوف تكون إن شاء الله عز وجل، سوف تكون نواة للمعهد الإلكتروني، أو يعني كما يسمى معهد التعليم عن بعد. يعني قلنا واقترح بعض الإخوة إن احنا نبدأ بدورة لكي نرى فيها يعني تفاعل الإخوة، ولو هناك يعني بعض المشاكل أو بعض الإشكاليات التي سوف تكون في البث أو غير ذلك، يعني لعلنا نستدركها فيما بعد. وإن شاء الله تبارك وتعالى لعل يعني أن تكون هذه دورة نافعة نتعلم فيها. هي كانت لو يعني هي ممكن تكون دورة منهجية بعض الأمور الفكرية قد يوجد فيها نوع من الصعوبة أو يعني الثقل، ولكنها يعني هي في أمر مهم. وهذه الدورة تسمى يعني دورة في معنى السلفية، السلفية أصول وقواعد. ابتداء المحاضرة الأولى إن شاء الله سوف تكون في معنى السلفية وقواعد، أو يعني ذكر قواعد المنهج السلفي. فالتعرف على المنهج السلفي وقواعده ومعنى السلفية وما يتعلق بها من الأمور يجب معرفتها على كل من ينتسب لهذا المنهج ويعمل في نطاقه، فلا يكفي مجرد الانتساب إلى السلفية حتى وإن كان المرء يوقن في قرارة نفسه بصحة ما ينتسب إليه. فقبل أن نكمل يعني طبعا التعرف على المنهج السلفي ومعنى السلفية وما يتعلق بها من يعني بعض المصطلحات أو بعض المعاني وبعض القواعد التي سوف نتعرض لها مشيئة الله تبارك وتعالى، فهذا أمر أولا يهم السلفيين أنفسهم. فالسلفيين لابد أن يتعرفوا على هذا المنهج ويتعلم كل سلفي ما معنى السلفية وقواعد منهج السلفي ومميزات المنهج السلفي حتى يكون على بصيرة من دينه، وحتى يستطيع أن يدافع عن هذا المنهج بل ويدعو الناس إلى هذا المنهج، لأن هذا المنهج هو منهج الإسلام كما سنتعلم إن شاء الله تبارك وتعالى أثناء الدراسة. وأيضا لغير السلفيين، والحقيقة إن المفروض إن كل المسلمين سلفيين، يعني إحنا بس غير السلفيين اللي هم يعني لا ينسبون أنفسهم إلى هذا المنهج، يقول عن نفسهم نحن لسنا سلفيين، ولكن الحقيقة أن كل المسلمين سلفيين، لأننا كما سوف نعلم أن السلفية هي عبارة عن الأخذ بالكتاب والسنة بمنهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فكل المسلمين المفروض إن هم يكونوا سلفيين، يحبون سلفهم الصالح ويتبعون منهجهم الذي زكاه الله تبارك وتعالى. وخاصة في هذا الزمان وبعد موضوع الثورة، حينما تكرر كلمة السلفي والسلفية والسلفيون دخلوا في الحياة السياسية وغير ذلك، فكثر الكلام على السلفي وحزب سلفي وحزب غير سلفي وجمعيات سلفية. فكلمة سلفي هذه انتشرت انتشارا كبيرا، وإن كانت موجودة قبل الثورة موجودة بين الناس وموجودة يعني يعرفها الكثير من الناس، ولكن انتشر هذا إعلاميا عند كثير من الناس. حتى بعض الناس بيتساءلوا بعد الثورة بيقولوا: وانتم كنتوا فين يا سلفيين؟ أين كنتم قبل الثورة؟ يعني كأنه بعض الناس اعتقد أن السلفيين أتوا من كوكب آخر.
يعني هذا طبعا اعتقاد خاطئ، فواجب علينا إلقاء الضوء على مسألة المنهج السلفي وعلى السلفية وكل ما يتعلق بها من أمور. فنعود لما البحث فنقول: وإن كان المرء يوقن في قرارة نفسه بصحة ما ينتسب إليه، يعني إذا كان الإنسان يعتقد أن المنهج السلفي هو أفضل المناهج على الساحة، ولكن لا ينبغي أن يتعصب إليه بغير وجه حق، يتعصب إليه بحق، فإن التعصب للأسماء الشريفة دون معرفة مضمونها من الأمور المذمومة. ولعل جميعنا أو أغلبنا يعرف قصة المهاجرين والأنصار، أو يعني أحد المهاجرين مع أحد الأنصار في غزوة بني المصطلق، حينما حدثت مشكلة بين رجل من المهاجرين ورجل من الأنصار، أو غلام من غلام المهاجرين مع غلام من غلمان الأنصار، فكسع المهاجري الأنصاري، المهاجري ضرب الأنصاري، فالأنصاري قال يا للأنصار، والمهاجري قال يا للمهاجرين، وكادت يعني تحدث فتنة وحرب بين الفريقين المهاجرين والأنصار. فلما سمع وعلم بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوها فإنها منتنة. يعني ليست معنى، ليس كلمة المهاجري أو الأنصاري هي المنتنة، ولكن التعصب لها بغير وجه حق، لأن ربنا سبحانه وتعالى زكى المهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة الأسرة، يعني ربنا قال إيه؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، فزكاهم الله تبارك وتعالى في كتابه، وبين أنه رضي عنهم ورضوا عنه. ولكن حينما تعصب لهذا الاسم بغير وجه حق، أنكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وسماه يعني دعوة الجاهلية. فحينما ينتمي المسلم عموما والأخ الملتزم خصوصا إلى هذا المنهج، فلا بد أن يتعرف عليه وعلى كل ما يتعلق به. وقبل الكلام على مسألة يعني بداية يعني التعريفات السلفية، نشير إلى مسألة مهمة، وهي أن الفهم نعمة من الله تبارك وتعالى. يعني خاصة الدروس المنهجية دائما ما تتعلق مسألة الفهم، فالفهم نعمة من الله تبارك وتعالى، والفهم شيء زائد عن العلم. في فرق بين العلم والفهم. ايه الدليل؟ قال الله تبارك وتعالى في حق سليمان وداود عليهما السلام لما اختلفوا في يعني مسألة من المسائل، قال الله تبارك وتعالى: ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. ففهمناها سليمان، أثبت الله تبارك وتعالى لهما العلم، ولكنه مدح سليمان عليه السلام بشيء زائد عن العلم، ألا وهو الفهم. ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. والمسلم طبعا يعني ينبغي أن يطلب من الله تبارك وتعالى دائما أن يرشده وأن يوفقه إلى الفهم الصحيح. كان هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل: اللهم رب جبريل وإسرافيل وميكائيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اللهم اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الحق وإلى الفهم الصحيح الذي يرضيه عنا سبحانه وتعالى. فنبدأ بأول سؤال، ألا وهو: ما هو المراد بالسلفية؟ معنى كلمة سلفية؟ السلفية نسبة إلى السلف. كلمة نسبة إلى السلف يعني لما نيجي ننسب إلى شيء معين، سواء كان بلد أو شخص أو غير ذلك، بنزود الياء النسب. زي مثلا احنا في بلدنا مثلا طنطا، نقول ايه؟ طنطاوي او طنطي، على يعني كلاهما صحيح. وايضا مثلا ننسب الى مصر، نقول مصري. فهكذا السلف حينما ينسب اليهم يقال سلفي، يعني السلفي منسوب الى السلف. وكلمة السلف في اللغة بمعنى مضى وتقدم، كما في قول الله تبارك وتعالى: عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه. يعني عفى الله تبارك وتعالى وغفر ما قد مضى من الذنوب. والسلف في الاصطلاح هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن وافق الكتاب والسنة بفهمهم. وطبعا لو معانا حتى قلم نحط تحت خط يعني أو خطوط تحت كلمة إيه؟ بفهمهم. نرجع تاني نقول: السلف هم الصحابة والتابعون
وتابعوهم ومن وافق الكتاب والسنة بفهمهم. فكلمة بفهمهم هذا ضابط مهم اللي هو فهم السلف. فاحنا نحن منهجنا هو رجوع إلى الكتاب والسنة، ولكن في ضابط مهم اللي هو إيه؟ بفهم سلف الأمة. منهجنا هو الرجوع إلى الكتاب والسنة بفهم السلف، بفهم سلف الأمة. فعند التعارض، لما يحصل تعارض بين فهم الموجودين حاليا مع فهم الصحابة، من نقدم؟ لا شك أننا نقدم فهم الصحابة. يحدث تعارض بين فهم الموجودين الآن مع فهم التابعين، يبقى يجب علينا أن نقدم فهم التابعين. عند التعارض أو الاختلاف في فهم الأدلة لابد وأن يقدم فهم السلف. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قد زكى فهمهم وزكى منهجهم وزكى عقيدتهم، وزكاه كذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، زكاه الله عز وجل. فقال الله سبحانه وتعالى: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. الضمير كلمة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم، الضمير هنا يعود على مين؟ يعود على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن آمن الناس بمثل ما آمن عليه الصحابة رضوان الله عليهم فقد اهتدوا. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا هذه تزكية من الله سبحانه وتعالى. وكذلك زكاهم النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وطبعا كلمة قرن اختلف في يعني تحديد السنة، ولكن لعل أرجح الأقوال أو أشهرها اللي هو إن القرن بيكون حوالي 100 سنة، منهم من قال 40 ومنهم من قال 80 ومنهم من قال غير ذلك، لكن لعل الأرجح إن هو إيه؟ إن هو يعني ما بلغ 100 سنة. فخير القرون هو قرن النبي صلى الله عليه وسلم 100 سنة الأولى، ثم الذين يلونهم 100 سنة الثانية، ثم الذين يلونهم اللي هي 100 سنة الثالثة. فهذا نسميه ايه؟ عصر الصحابه والتابعين وتابعيهم باحسان، الذين تبعوهم يعني باحسان. فحينما يحدث كما ذكرنا، حينما يحدث تعارض بين فهم الصحابه وفهم غيرهم، يقدم فهم السلف رضوان الله عليه. بعض مشايخنا كده بيضرب مثال بقول الله تبارك وتعالى في سوره لقمان: ومن الناس، قول الله عز وجل: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب أليم. فكلمة لهو الحديث، أقسم ابن عباس وابن مسعود رضي الله عنهما أن لهو الحديث المقصود في الآية هو الغناء. قال: والله الذي لا إله غيره هو الغناء. يبقى السلف فهموها أنه إيه؟ الغناء. يأتي بعض المعاصرين من العلماء المعاصرين ويصف لهو الحديث، يقول: لا، ليس هو الغناء، إنما هو الكلام يعني البذيء أو الكلام الفاحش أو ما إلى ذلك. فمن نقدم؟ هنا حدث تعارض بين فهم السلف وبين بعض العلماء المعاصرين. من نقدم؟ الجواب أننا نقدم فهم السلف، لأنهم هم أقرب الناس إلى الوحي وأقرب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى التعريف مرة أخرى: هم السلف، هم الصحابة والتابعون وتابعوهم ومن وافق الكتاب والسنة بفهمهم. وهذا الـ هذه القرون الخيرية التي زكاها النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك طبعا أن هي يعني تتحقق فيها الخيرية في كل ما تتعلق به، سواء كان في العلم أو العمل أو الاعتقاد أو الفهم أو التطبيق، أي ما، كل ما يتعلق يعني بموضوع الخيرية، فهم خير الناس رضي الله عنهم ورحم الله التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. فيعني عموما طبعا إن السلفية هي ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، ممن شهد لهم بالإمامة في الدين، يعني زي الأئمة الأربعة. الأئمة الأربعة معروف طبعا، الأئمة الأربعة اللي هم بالترتيب يعني أبو حنيفة والإمام مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الله جميعا. هؤلاء أيضا ممن يعني حملوا منهج أهل السنة والجماعة ونشروه يعني عقيدة وعلما وعملا. وأيضا الأئمة الأربعة مثلا برضو من ضمن هؤلاء السفياني، زي السفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن المبارك والبخاري ومسلم وسائر أصحاب السنن، لما أصحاب السنن الحديث الترمذي وابن ماجه وأبو داود
والنسائي وغيرهم من أهل السنة. فكل هؤلاء يطلق عليهم السلف رضوان الله عليهم ورحمهم الله جميعا. فأي كلمة، نعود مرة أخرى إلى كلمة إيه، السلفي، هو الذي ينسب إلى إيه، إلى السلف، السلف اللي هم الصحابة والتابعون ومن تبعهم. فالسلفي هو الذي ينتسب إليهم وينتسب إلى فهمهم. فكل من التزم بعقيدة السلف وفقههم كان يعتبر منسوبا إليهم، حتى وإن باعدت بينه وبينهم الأماكن، حتى لو الأماكن بعيدة، يعني واحد في أمريكا ويعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة ويقدم فهم السلف على فهم غيره، فهذا يسمى سلف حتى وإن بعدت الأماكن والأزمان. احنا دلوقتي من ألف، يعني سنة 1434، والسلف يعني أغلبهم مثلا لو فرضنا أنهم ماتوا سنة 1300، بيننا وبينهم أكثر من 1000 سنة. فمن فهم فهمهم فهذا منسوب إليهم، هذا هو السلفي. فكما يقال يعني، من كل من التزم بعقائد وفقه هؤلاء الأئمة كان منسوبا إليهم حتى ولو بعدت بينه وبينهم الأماكن والأزمان. وكل من خالفهم فليس منهم وإن عاش بينهم وجمع بينهم في المكان والزمان. حتى لو كان بينهم وخالف منهجهم، إما إن هو يعني حاد بالكلية عن منهج الله تبارك وتعالى فكفر بالله عز وجل، أو يعني التزم ظاهرا وحاد باطنا زي المنافقين، أو إن هو يعني حاد عن فهم الصحابة ولم يعتقد اعتقادهم كأهل البدع كما ظهرت الخوارج وغيرهم. إن شاء الله نتعرض لمثل هذه المسميات والتعريفات إن شاء الله بالتفصيل في أثناء البحث أو الدورة. فكل من خالف منهج الصحابة فهو ليس منهم وإن عاش بينهم. مصطلح السلفية، كلمة سلفي أو السلفية، ظهر في العصر العباسي في مقابلة كلمة الخلف. ففي هذا العصر انتشرت، يعني كان فيه كده يعني صحوة علمية، فانتشر مقولة تقول طريقة السلف أسلم وطريقة الخلف أعلم. حينما حدث هناك يعني بعد بين المنهج السلفي وبين كثير من الخلف اللي هم سموا نفسهم خلف، اللي هم الأشاعرة وغيرها. فكان يعني يطلق مصطلح السلفية أو السلف يطلق على المتمسكين بطريقة السلف وعقائدهم اللي هم الرافضين لمنهج الخلف وطريقتهم في الاستدلال. فكان بعض لما قالوا هذه الطريقة، طبعا في خاصة في مسألة يعني الإيمان بصفات الله سبحانه وتعالى، ولعله يعني بعضكم درس في العقيدة، إن منهج أهل السنة الذي أعلنه شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، قال نثبت منهج أو عقيدة أهل السنة في صفات الله سبحانه وتعالى أننا نثبت ما أثبته الله عز وجل لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات العليا من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. فكما يقال يعني نمرها كما جاءت، نمر الصفات كما جاءت. وكما قال الإمام مالك رحمه الله، الاستواء معلوم والإيمان به واجب، والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة. الاستواء معلوم يعني العلو والارتفاع، هذا في حق الله تبارك وتعالى، الرحمن على العرش استوى، واستوى في اللغة يعني ارتفع وعلى. الاستواء معلوم والإيمان به واجب لأن الله أخبرنا بذلك. والكيف مجهول، كيف استوى الله سبحانه وتعالى، هذا مجهول لا نعرفه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والسؤال عنه بدعة، يعني السؤال عن هذا الكيف بدعة، إن الصحابة رضوان الله عليهم لم يسألوا، فلا ينبغي لأحد من بعدهم أن يسأل. وكما قال القائل هم عن علم وقفوا، يعني الصحابة ليسوا كانوا لم يكونوا جهلاء، ولكنهم عن علم وقفوا، توقفوا في مثل هذه المسائل، فيسعنا ما وسعهم، ونتوقف عندما توقفوا رضوان الله عليهم. فلما أتى الخلف تأول صفات الله عز وجل، فمثلا منهم من ادعى أن اليد تدل على القدرة، يد الله فوق أيديهم، يقول لك ده قدرة الله، استوى بمعنى استولى، وهكذا في بعض يعني صفات الله عز وجل كانوا لا يثبتونها وإنما يؤولونها ويظنون أن هذا هو العلم. فلذلك قالوا إيه، طريقة الخلف أعلم، إن هي يعني
شغلوا هم على حد قولهم، هم شغلوا يعني عقلهم شويه وقالوا ان كيف يعني ننسب ان الله عز وجل له يد وسوف يكون له اصابع وسوف يكون فيها دماء وقاسوا ذلك على ايدي المخلوقين، وهذا كان هذه طريقه اصلا خطا، لانه لا يجوز لاحد ان يفعل ذلك، لا يقيس على صفات المخلوقين ثم ينفي الصفه عن الله عز وجل. فاللي هم المؤوله وقعوا في يعني مصيبتين، المصيبه الاولى انهم شبهوا صفات الخالق بالمخلوق فلجأوا واضطروا الى المصيبه الثانيه وهي تأول او تأويل صفات الله عز وجل، وهذه ليست طريقه السلف. فهم قالوا كده، قالوا طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم، ولكن الصحيح كما يعني كتبنا وقلنا الصحيح ان طريقه السلف اسلم واعلم واحكم، هم عن علم وقفوا، وطريق السلف اسلم لان هذا هو يعني التفويض اللي هو تفويض الكيفيه، ليس تفويض المعنى ولكن تفويض الكيف، ان كيفيه الصفه لا يعلمها الا الله سبحانه وتعالى. فنحن نثبت كل صفات الله عز وجل، وفي كل صفه نذكر قول الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذه اسلم. نحن نقول يد الله عز وجل له يد، نعم له يد، لماذا؟ لان الله عز وجل قال يد الله فوق ايديهم. طيب كيفيه هذه اليد؟ نفوض علمها الى الله تبارك وتعالى، لماذا؟ لان الله عز وجل قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. خلاص يبقى كده الموضوع انتهى، وكانت هذه الطريقه اسلم واعلم لان هي يعني متعلقه بالكتاب والسنه، واحكم لان هي لا تحتاج الى تاويل والى جهد والى تعنت والى تعسف كما يفعل المتاوله الذين اولوا صفات الله تبارك وتعالى. اذا فخلاصه الموضوع ان مصطلح السلفيه ظهر لما قيل ان طريقه السلف طريقه السلف اسلم وطريقه الخلف اعلم، ونرد عليهم ونقول طريقه السلف اسلم واعلم واحكم. ايضا يعني في مساله مهمه، ان الموضوع السلفيه احنا قلنا السلفيه او السلفي هو المنتسب الى السلف، فالسلفيه هي المنهج السلفي، فالسلفيه كمنهج ليست جماعه ولا حزبا بالمفهوم العصري. السلفيه دي ليست جماعه، وكما ذكرت في اول المحاضره ان المفروض ان كل المسلمين سلفيين بهذا المعنى. احنا قلنا السلف هم الصحابه والتابعون ومن تبعهم، طب احنا كل المسلمين يتبعون الصحابه، لان الصحابه هم الذين او السلف الصالح هم الذين نقلوا لنا دين الله تبارك وتعالى. فالسلفيه منهج لفهم الاسلام وليست جماعه، ليست جماعه بالمفهوم العصري ان هي جماعه ولها رئيس ولها سياسه معينه، كذلك ولا حزب، ليست حزب لان الحزب له قوانين معينه ومن خالف هذه القوانين يعني عوقب وكذا وكذا، مما يتعلق مسؤول بمساله الاحزاب السياسيه بالمفاهيم العصريه. فالسلفيه ليست جماعه وليست حزب، لان الحزب طبعا قلنا انه بيقوم على مبادئ، المفروض ان ابناء هذا الحزب يلتزمون بالمبادئ ويوالون ويعادون عليها، والذي يخالف هذه المبادئ يطرد من الحزب. وكذلك الجماعه يعني فيها شبه من ذلك، لانها تجمع يحكمه بيعه لراس ومبادئ خاصه بها. اذا فالسلفيه هي المنهج الصحيح لفهم الاسلام. السلفيه اذا كانت هي فهم الصحابه رضي الله عليهم والتابعين فهي الفهم الصحيح لتزكيه الله تبارك وتعالى كما ذكرنا في اول المحاضره. ان شاء الله تبارك وتعالى سوف يعني نتكلم عن قواعد المنهج السلفي، وان شاء الله النهارده هنذكرها اجمالا، وبعد ذلك سوف نتكلم عن كل واحد منها بالتفصيل. طب من اين اتت قواعد المنهج السلفي، او ما معنى قواعد المنهج السلفي؟ هي القواعد التي سار عليها السلف الصالح ومن تبعهم الى يومنا هذا. طيب وهذه القواعد من اين اتت؟ هذه القواعد طبعا هي كانت جمع لبعض العلماء، واتى بها من مساله احنا بنسميها ايه، الاستقراء. معنى كلمه الاستقراء يعني هو تتبع الادله ومواقف العلماء في فهمهم لعقيده اهل السنه والجماعه، تتبع الادله والمواقف مواقف العلماء، ومن خلال هذا التتبع تم استنباط قواعد المنهج السلفي. فقواعد المنهج السلفي يعني من الاستقراء هم تقريبا اربع قواعد، ولا شك ان هو ممكن يعني بعض الناس يضيف عليهم او ينقص منهم، زي مساله مثلا في باب العقيده
لما تكلموا عن أنواع التوحيد. فبعض العلماء قسم التوحيد إلى قسمين، وبعض العلماء قسم التوحيد إلى 3 أقسام. فبعض العلماء قال إن التوحيد ينقسم إلى قسمين، توحيد القصد والطلب، وتوحيد التوحيد العلمي، توحيد القصد والطلب وتوحيد العلمي. أو بعضهم قسموا إلى 3 أقسام، قال هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. والذي قسمه إلى قسمين قال توحيد القصد والطلب وتوحيد الألوهية، والتوحيد العلمي ينقسم إلى قسمين اللي هو توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. ف يعني كلاهما يصب في مصب واحد. قد يأتي بعض الناس ويقول لا، هناك توحيد الحاكمية لا مشاحة في الاصطلاح. فالذي قسم التوحيد إلى 3 أقسام يقول ده توحيد الحاكمية داخل في كل الإيه؟ في كل الأقسام. حاكمية أن الله عز وجل هو الحاكم، فالحكم العدل، فهذا في أسماء الله عز وجل. والله تبارك وتعالى له حق السيادة والتشريع، فهذا داخل في توحيد الربوبية. والعباد الله عز وجل لا يجوز لهم أن يتحكموا إلا لله عز وجل، فيدخل في توحيد الألوهية. فلا مشاحة في الاصطلاح، من زاد أو نقص فلا إشكال. ولكن من تتبع الأدلة وتتبع طريقة الصحابة وطريقة السلف والتابعين لهم، يعني يتبين لنا أن قواعد المنهج السلفي 4 قواعد. أولا، تقديم النقل على العقل. المقصود بالنقل اللي هو الكتاب والسنة، فيقدم على العقل. ودي زي ما قلنا حضراتكم إن شاء الله تبارك وتعالى سوف نتكلم عنها بشيء من التفصيل، لكن عموما تقديم النقل على العقل، فيقدم الكتاب والسنة، يقدم كلام الله تبارك وتعالى وكلام النبي صلى الله عليه وسلم على العقل، وليس هناك تعارض كما سيأتي معنا قول شيخ الإسلام رحمه الله لما قال لا يتعارض نقل صحيح مع عقل صريح، ده الأصل. يبقى لما يحدث هناك تعارض، يبقى الواحد يتهم عقله. لما يثبت النص من القرآن أو من السنة ويحدث هناك نوع من التعارض، يتهم الواحد عقله في أنه أخطأ في الفهم. أيضا القاعدة الثانية من قواعد المنهج السلفي كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة. احنا في الأول قلنا تقديم النقل على العقل، فهذا النقل اللي هو إيه؟ اللي هو الكتاب والسنة. فدائما المسلم يرجع دائما إلى الكتاب والسنة، خاصة حينما يحدث يعني نوع من التنازع، والله تبارك وتعالى أرشدنا إلى ذلك. فقال الله عز وجل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. حينما يحدث هناك يعني نوع من الاختلاف ونوع من التنازع، فلا شك إن يعني أفضل ما يرجع إليه هو كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلما المسلم يعني يختار الله تبارك وتعالى له ويختار له النبي صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن هذا الاختيار هو الأفضل. القاعدة الثالثة من قواعد المنهج السلفي وهي رفض تأويل الكلام، ودي اللي احنا تكلمنا عنها في ثنايا الكلام لما قلنا ان لما حصل مشكلة ان لما قالوا ان يعني فهم او لما قالوا طريقة الخلف اعلم وطريقة السلف أسلم، وهذا الكلام كلام باطل كما ذكرنا، إن هم حصل عندهم تأويل لصفات الله تبارك وتعالى، وأخرجوها عن معناها الحقيقي اللائق بها وصرفوا لفظها إلى أمر آخر. ودي إن شاء الله تكون لنا يعني بحث كامل عن مسألة التأويل ورد الشبهات التي أثيرت حولها. القاعدة الأخيرة، الرابعة والأخيرة في قواعد المنهج السلفي، وهو التمسك بفهم الصحابة رضوان الله عليهم الشرع، خاصة فيما اجتمعوا عليه. احنا ذكرنا في التعريف السلفية ايه؟ ما قلنا ان السلفية هي الرجوع الكتاب والسنة بفهم مين؟ بفهم سلف الأمة. وأول هؤلاء السلف هم مين؟ هم الصحابة رضوان الله عليهم، الذين زكى الله تبارك وتعالى عقيدتهم وزكى فهمهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. فيتمسك المسلم بفهم الصحابة ويقدمه على غيره، يقدمه على غيره خاصة فيما اجتمعوا عليه. يعني الصحابة لن يجتمعوا على ضلالة، إذا كانت الأمة لن تجتمع على ضلالة، فالصحابة حينما يجتمعون على شيء فيقدم فهمهم ويتمسك به ويرجع إليه.
ولا ينبغي لأحد أن يقول يعني كان عصرهم يعني عصر يناسبه عدة أمور، أما عصرنا فيعني هناك أمور أخرى. فكل هذه أيضا بعض يعني وغيرها من الشبهات سوف يرد عليها حين الكلام بشيء من التفصيل حول هذا، حول هذه القاعدة. يبقى احنا قواعد المنهج السلفي الأربعة إجمالا: تقديم النقل على العقل، وثانيا كثرة الاستدلال بالكتاب والسنة، ثالثا رفض التأويل الكلامي، رابعا التمسك بفهم الصحابة للشرع خاصة فيما اجتمعوا عليه. فكانت يعني هذه نهاية المحاضرة، يعني خلاصة ما ذكرناه، إن المنهج السلفي أو السلفية هي عبارة عن منهج الصحيح لفهم الإسلام، والسلفي هو من ينتسب إلى السلف، والسلف هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتابعوهم بإحسان إلى يوم الدين ومن سار على نهجهم، والسلفية هي العمل بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة الذين زكى الله تبارك وتعالى منهجهم. فيعني كان هذا هو ختام المحاضرة. وطبعا احنا النهاردة يعني اختصرنا، أو يعني اختصرنا بعض الشيء في المحاضرة ل يعني تأخر بعض إخواننا، ونعتذر عن مسألة التأخير، لأن احنا والله انتظرنا حتى يعني يشترك يعني باقي الإخوة. فإن شاء الله لعلنا الأسبوع القادم نبدأ في الموعد المحدد اللي هو إن شاء الله الساعة 9:30 يوم الثلاثاء، الساعة 9:30. فإن شاء الله نكون يعني كلنا مستعدين إن احنا نكون يعني قبيل هذا الموعد، نكون كلنا داخلين على الموقع ومتابعين حتى نبدأ في نفس الموعد الذي اتفقنا فيه، اتفقنا عليه. طبعا اخواننا اللي عنده يعني اي سؤال او استفسار فيعني يرسله ان شاء الله نجيب عليه الان. يعني امامنا كده 10 دقائق، لو حد عنده اي سؤال او استفسار فان شاء الله نجيب عليه. مين اللي كاتب بالانجليزي؟ جزاك الله خيرا. ماشي يا محمد، ان شاء الله يخلينا عربي افضل يعني. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خير. طيب برضو احنا اخواننا برضو عموما يعني ان شاء الله من المره القادمه كده نحاول يعني نخلي زي بعض الاسئله، ونعمل زي بعض بنسميها ايه، معذره الجهاز ما بيكتبش عربي. طب انت كتبت عربي صحيح، وازاي كتب كلمه عربي دي؟ كشفت يا محمد. ف زي برضو كنا مره في، ما كنا فين، ما كنا في العمره، وبعدين فبقول للاخوه احنا كنا في الاتوبيس عاملين برنامج الاتوبيس كده، فبقول لهم يا جماعه الجماعه اللي ورا سامعين؟ فاللي ورا بيقولوا ايه؟ لا مش سامعين. طب هم لو هم مش سامعين هيقولوا ايه؟ مش هيتكلموا.